هذا هو اكبر حولي، هذا بان لي هو اكبر حولي في السوق تبارك الله. اللهم صل عليك رسول الله. الثمن ديالو 120 الف ريال. ها الكوافور ديال السوق ديال بن سوده الوالدين من 20 حتى ل 140. الله يجازيك بخير. ناوي عايد على قدره. هذه هي الهضره. الله يرحم لك الوالد. الشباب. شحال؟ 44 درهم. شحال اخويا؟ 70 اخويا. 70. وشحال كتقول انت اخويا؟ 170. الله يسخر. هذا خوتي اليوم ماشي بروكسيل، جينا لمدينة فاس الحمد لله باش نعيدوا ان شاء الله باذن الله، وجينا للسوق ديال الحد ديال بن سودة وغادي نضربوا دويره فيه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم كيف ما العاده خوتي، ما تنساوش ديما بارطاجي وابوني وخليكم معنا، ونتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. سير على الله. بابا يا حبيبي كيفك يا رسام؟ خير اخويا اليوم اكتشفوا اللهم لك الحمد. ها الكوافور ديال السوق ديال بن سوده اللي بغى يجيب الحوله ديال هذا الكوافور ديال السوق بن سوده. اللهم بارك. هادشي اللي كاين الله يستر. شحال اخويا؟ 56. بزاف بزاف. لا بس واحد المسكين ما يعيش الا مشكلة. على ما سولت واحد شحال المعلم هذا الخير؟ 28. هو الحوله ديال 28 معلم. هذا العام كلشي غادي يعيط ان شاء الله. ان شاء الله كلشي. ياك اللي عنده اللي ما عنده. هذا خروف ولا ما بارد؟ كاين طالع شويه السوق هذا النهار مزيان. اش كيكون مزيان لا اله الا الله. المهم الفقير يدي واللي عنده غيدي كلشي غادي يعيد ان شاء الله. اللي عنده 20 يعيد، اللي عنده 30 يعيد، 15 يعيد، وكلشي يعيد الحمد لله. هادشي اللي بغينا خير موجود هذا. اللهم لك الحمد لله. هادشي موجود الحمد لله. دابا نطلبوا الله التيسير. هادشي يا مسهل الله يسخر المعلم. كيف ما سمعت اخوتي كلشي يعيد هذا العام. بكره في شحال؟ فيه راه هي عمر ديك شباب بزاف عليك. 44 درهم. شحال هاد الخير يا معلم؟ شحال هاد الخير؟ 87. 84 اخوتي، ولكن ما شاء الله. الله يسخر الله يسخر يا معلم. هديك هزه اعطيه. الله يسخر. تبارك الله اللهم صل عليك يا رسول الله. اقول لي هذا العمل عموما
كل شيء غادي يعيد الحمد لله. كاين الرخاء كاين الغلاء. الله يرحم الوالدين. من 20 حتى ل 140. الله يجازيك بخير. الله يعيد على قدره. هذه هي الهضره. الله يرحم لك الوالدين. من 20 حتى ل 140. اللي عنده اللي ما عندهش. الله يرحم الوالدين. الله يسخر. يا مسهل. كيف ما سمعتوا اخوتي قال لكم من 20 حتى ل 140 اي واحد يمكن له يعيد اخوتي. كيف ما كنقولوا ديما اللي مكتب له ربي شي حاجه كيديها. عطاو 32. قول لي هذا العام الفقير ما معيش مسكين. الله يحسن العوان حتى لك الساعه. لا تنقولوا حنا هادشي كلشي نقولوا فيه. الله يحسن العوان. الله يحسن لك الساعه. العفره 6 دراهم. وشكرا شي 12 شنو غادي يقول لك؟ الله يحسن العوان. الله يسخر لك العزيز، الله يسخر لك. الخروف، شوف شوف. 22. 22 هادو حوليات اخوتي. 22. شنو قال؟ 28. الله يسخر. اشحال هاد الخير يا معلم؟ اشحال هاد الخير؟ ثلاثة كتمتا معلم. 84. الله يسخر. صافي سلعة زوينة. سلعة زوينة صبر خويا. شحال تيقول اخويا؟ اشحال هاد الخير يا معلم؟ عطاو 72 انت شحال كتقول؟ 76 الله يسخر. ولكن راه الخير تبارك الله. راه الخير كيف ما كتشوفوا اخوتي. المهم اللي بغى شي حاجة وقلب عليها راه كيلقاها، اللي بغى 70 يلقى 70. اللي بغى 32 و40 غيلقى 40 وكله وشنو مكتب له الله باذن الله ان شاء الله اخوتي. اللهم صل عليك يا رسول الله. شنو هذا؟ اللهم صل عليك. ارباع ارباع ارباع. شحال قلت يا معلم؟ 110. اللهم صل عليك يا رسول الله. صل على النبي. هذا راه اوتوماتيك هذا بان لي. اللهم صل عليك يا رسول الله. هذا فيديو ان شاء الله يدوس في اليوتيوب. اللهم صل عليك يا رسول الله. هانتوما اخوتي شحال قال لي؟ 120. 120 اخوتي. غير لا ما بغاش يعيط صراحة. الله الله يسخر. الله يسخر يا معلم. شنو كتقول هذا العام الناس غادي يعيطوا يا معلم؟ مازال لك خويا؟ كاين الخير ان شاء الله. كاين ان شاء الله. قول لي غير في الاول دابا. هاي دابا في الاول دابا كلشي شاد. دابا حتى الشيرين مازال تيجيش. لا والله يسخر. كيف ما سمعتوا اخوتي راه كاين الخير مازال يدخل والرخاء مازال كاين ان شاء الله باذن الله. شوفوا تبارك الله. شوفوا تبارك الله والصلاة على النبي. المهم نكملوا دويره خليكم معنا. عمر تخص خروف اصلا قبل الوالد ياه. انا غير الشيخ ايش دوري. انت هو هذا اللي مورانا اللهم صل عليك يا رسول الله تبارك الله. اللهم صل عليك هذا الشيء تبارك الله الخير هذا. من هذا؟ هذا جرو جرو جبدو. شوف لنا شنو تما شحال واش رباعي ولا شحال؟
76 ما تبارك الله. ويسخر شحال هاد الخير؟ شحال اخويا؟ 70 وشحال كتقول انت اخويا؟ 78 ويسخر هو طالب 78 وعطاو 70 شحال كطلبوا منك؟ انا عطاوهم 48 طاسو 50 عيد اخو شحال عطاو 48 شحال كتقول انت؟ 52 صراحة الله يسخر يلا سيدي.